ابو الحسين حسين لا شتولك احنا شتولك غير شوف انا احنا شتولك كلش انت ابو الحسين انا باش مي باش مي تفضل ابو الحسين السيد هذا اللي هنا جديد ساكن جديد يا خويا ما كنعرفو عليه حتى حاجه واللي انا عبرت دابا من الدار قوت شويه ابو الحسين باش لا يتمسوش انا عبرت من الدار وسمعت هاد الاخبار ما عمرنا سمعنا شي حاجه هنا في الدرب بحال هاد هادشي اللي كيوقع دابا انتوما الصحفيين جيتو مرحبا بكم وانتوما دايرو خدمتكم وهادشي كامل خصكم تعرفوا بان هادشي كامل راه ما بغيناش يوقع في هاد المدينه ديال المحمديه حيت ولاو الجرائم كاملين كيكثروا هنا في المحمديه. بالنسبه نتوما هنا كساكنين ولا جيران سمعتوا انه تقتل ولا غير لقاوه في الرباط؟ انا هاد السيد خويا ما كنعرف عليه حتى حاجه حيت هاد السيد انا كنقول لك هاد السيد ما كنعرف عليه انا جاري وما كنعرف عليه حتى حاجه ولاني هاد الشيء ما بغيناش ندوا نسمعوا في هذا. سمعتوا شي نزاع البارح بالليل؟ كان صداع البارح كان شويه كان شي حاجه ولكن انا ما شفتوش. سمعتوا غير صداع؟ سمعتوا ولكن ما انا ما شفتوش. وإني باش نقول لك شنو وقع ولا شنو أي حاجة حيت أنا كنت ناعس وبقيت الجوقة أنايا وهبط وداك الشيء اللي شفت أنا راه غنقولها لكم. يعني بالنسبة للناس الناس اللي كي يعني اللي كيسكنوا هنا قال لك أن السيد هذا يلاه كرا ولكن داخل صب راسه زعما ما كانش فيه صداع ولا المشاكل. المشاكل راه ما كاينينش. أنا صراحة من 92 وأنا ساكن هنايا وعمرني ما المشاكل راه ما كاينينش هنايا. حتى واحد كل واحد شد الثقة لراسو. اللي باقي صغير هو شي يقرا هنا ولا هو خويا اش غنقول لك انا قلت لك ما كنعرفوش ما عمرني شفتو يقدر نشوفو في وجوه نقدر نعرفو لكن سمعنا يعني على حسب قال لك انه 3 ايام دابا باش هو ميت حتى اليوم عاد شم الريح هو خويا انا ما نكذبش عليك انا يلا سقط خبر على هذا الشيء كامل اللي وقع صافي بالنسبه لهذا النزاع العميم كان البارح بالالفاظ الخايبه ولا انا كنت مريح في السطح البارح وسمعت شويه الصداع ويني باش نعرف شكون اللي نزع مصداع عادي ها المعيور بيناتهم انا كنصحاب انا شي واحد دايز ولا شي حاجه ولا شي حاجه بحال ما فوق انا داك الشيء اللي كيقول لي راسي انا كنقول واقيلا شي واحد سميتو صافي شكون راه يطرح السؤال سير راه تيبدا معنا الزمين تفضل عندك لا طورش طورش حيد طورش بحال سير حتى هكا الفوكس العام يعني انتم كساكنين شنو سمعتوا اليوم؟ مع بقات المغرب تقريبا يعني كان الجو نورمال يعني ملي دازت تقريبا واحد 10 دقيقة هكاك ربع ساعة خرجنا لقينا بزاف البوليس يعني هنا شوية لقينا بحال شي يعني حسينا بشي حاجة ماشي هي هذيك من بعد ملي جينا نشوفو سمعنا راه شي واحد ميت فوالا ملي سمعنا واحد ميت وكانت اول مره صدمة يعني الحي كامل تقريبا يعني الناس بقاو كيسولوا كيفاش ما كيفاش ما كيفاش بلي حد الساعه حتى واحد ما عرف لان هاد الناس يلا جاوا سكنوا جداد تقريبا واحد المده ديال اقل من اسبوع يعني ما كاملاش وزعما ما شفنا حتى شي حاجه اللي زعما كثير يعني الشبهات انتباه شي حاجه ماشي هذيك الى اليوم مع المغرب تقريبا عاد شفنا الواقعه اللي وقعت والحي كامل الناس السكان ديالو يعني تخلعوا لان اول مره كيشوف لكن لحد الساعه باقي حتى شي واحد ما عرف شي حاجه وكنتمنوا يكون خير ان شاء الله ما يكونش شي حاجه اللي هي بالنسبه يعني هاد الاخوان يعني الاعمار ديالهم وبالنسبه واش كان تقريبا الاعمار ديالهم ما بين تكون ما بين 40 50 سنه تقريبا يعني كبير هو كبير يعني كبار شويه في السن يعني ناس بعقلهم هذو اللي يعني الاعمار كتجاوز ما بين 40 50 سنه تقريبا يعني بالنسبه للسكن هنايا واش فيه شي ناس يعني زوافريه ولا كاين مزوجين؟ لا هما كيف ما شفناهم تقريبا بريسك زوافريه كل شيء بحال كي عندهم طوموبيل كبيره يعني كي بحال قلتي كيديروا بها السلعه كيديروا بها المارشانديز ترونسبورتور يعني حتى شو يعني معلومات ما كايناش بزاف عليهم ما كاينش شي صداع البارح سمعنا الاخ الحسين هو كان شي نقاش بسيط يعني احنا ما عرفناش يعني الناس تقريبا الغالبيه ديالهم داخلين سوق راسهم هنا كان شي نقاش بسيط ما بين الكاري وهما والله اعلم ما نقدروش نفيدكم شي حاجه اللي معلومات تكون مغلوطه كان الغوص كان صداع كان شويه الغوص صداع ولكن ما كانش شي حاجه اللي نقولوا على صداع اما اللي معني بالامر اللي ربما اللي كنسمعوا راه مات باقي ما عرفناش الوضع شحال هنا باش سكن هو هنا يعني ما كاملش اسبوع تقريبا اسبوع بالضبط اسبوع ما كاملش يلا بداو كيصلحوا كيقادوا الضو البولات هذا هو اللي نقدر نفيدكم شكرا شكرا.